في مصر الجيش يعلن القضاء على أكثر من 20 إرهابياً في ضربات جوية شمالي سيناء ومقتل 5 من عناصره في الاشتباكات. هذه التطورات تترافق مع لقاء جمع الرئيس المصري مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في القاهرة وسط تشديد على قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. فأي جهات تقف وراء هذه الهجمات؟ وما الخطوات المتخذة لضمان أمن مصر والمنطقة؟ ضيفنا من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الأستاذ محمود محي الدين. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بكم دائما معنا في غرفة الأخبار. يعني كنا اعتقدنا أن الحديث عن هذه الهجمات لن نعود إليها، بل يمكن الأحداث الأخيرة جعلت هذه العمليات في سيناء بالفعل تعود إلى الواجهة وتخيفنا من جديد. دعنا نبدأ معك من أبرز رسائلها ومن الأسباب التي جعلتها تعود بهذه القوة. اليوم العملية تتزامن مع يعني وصول جيك سوليفان، هذه الزيارة التي يجريها للقاهرة. أنا أتصور أن ليس هناك رابط ما بين الأحداث في سيناء ووصول مستشار الأمن القومي. مستشار الأمن القومي الأمريكي، أتصور أن الأسباب الرئيسية للزيارة هو تصاعد العمليات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ومصر تطلع في هذا الملف بشراكة مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بإرساء الهدوء في قطاع غزة ومحاولة الضغط على الأطراف جميعا لفتح باب جديد للتفاوض وفتح باب جديد لإرساء مبادئ الهدوء حتى يتم إعادة إعمار قطاع غزة بصورة لائقة، وحتى يتم إطلاق عملية سياسية تحت إشراف الإدارة الديمقراطية التي تعطلت لمدة 4 سنوات في عهد ترامب وتخللها حرب يعني كانت رهيبة على قطاع غزة العام الماضي. لذلك ليس هناك رابط ما بين ما يحدث في سيناء وزيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي. في الجانب الآخر من سؤال حضرتك، لماذا عاد الإرهاب مرة أخرى يضرب بقوة ويضرب بشراسة خلال هذا الأسبوع تحديدا؟ على مدار العامين الماضيين من خلال الرصد والمتابعة كانت هناك إجراءات على الأرض متعلقة بأنشطة أجهزة الاستخبارات المصرية وأجهزة الأمن المصرية في محاولة جدية جدا لتحويل آراء وتحويل أفكار وتسليم عدد كبير جدا من عناصر تنظيم ما يسمى ولاية سيناء إلى الأجهزة الأمنية وخاصة الجهاز الأمني التابع للقوات المسلحة المخابرات الحربية بمعاونة حثيثة من مشايخ القبائل. كان لهذا أثر طيب كبير جدا في انسحاب عديد العناصر من أبناء القبائل المنخرطين تحت هذا التنظيم وتحت إشراف هذا التنظيم، خاصة وأنهم كانوا من الأعمار الصغيرة الذين لم يتلقوا تعليما جيدا. ثم انتقلنا إلى مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة مشاركة القبائل بصورة فعلية في إرساء مبادئ الأمن وعدم الخوف من تعقبهم من العناصر التكفيرية، وهذا أثبت جدية كبيرة جدا في تعاطي القوات المسلحة وجهاتها الأمنية في هذا الملف خلال العامين الماضيين، وكان من أثره إعادة توطين وإعادة البدو الذين رحلوا من أماكنهم تحت ضغط الإرهاب وتحت ضغط الاشتباكات المتبادلة ما بين الجيش والعناصر الإرهابية في محيط هذه القبائل. تم إعادتهم على مدار 4 شهور الماضية، وتم إعادة زراعة الأراضي، وتم إعادة تطهير هذه الأراضي من الألغام ومن العبوات الناسفة البدائية التي تركها الإرهابيون في هذه المناطق. وبناء عليه حدثت بعض الاشتباكات المحدودة وحدثت بعض التعديات في إطار خلافات قبلية ما بين العناصر المتعاونة مع الجهات الأمنية، هذا هو الواقع. لذلك هناك شراسة هذه الأيام فيما يتعلق بضعف تمويل التنظيم. فهل ضعف تمويل التنظيم يؤدي به إلى الشراسة؟ نعم، الآن هم يعملون للاستيلاء على أشياء والخردة، خردة الحديد، يتاجرون فيها ويتاجرون في بعض الزراعات المخدرة بغرض الحصول على تمويل، لأن انقطاع التمويل أدى إلى تشرذم هذا التنظيم وبه عديد من العناصر المتطرفة جدا التي لا تقبل فكرة التفاوض أو فكرة الجلوس. لكن هل يتطلب ذلك أستاذ يعني محمود القانون العادل؟ هذه القراءة تجعلني أتساءل إن يتطلب هذا التطور أيضا طرق مواجهة جديدة.
يتطلب ده سؤال مهم جدا، هذا يتطلب طرق مواجهة جديدة فعلا. لذلك نجد أن خلال الفترة الماضية فجر يوم 7 تحديدا، عندما فشلت العناصر المتفاوضة أو فشلت العناصر في استدراج أو سحب بعض البؤر الإجرامية للانخراط في المجتمع المدني والتقدم وترك أسرهم وعوائلهم وأطفالهم وسيداتهم التي ينظر إليهم الآن أنهم مخطوفين في إطار هذا التنظيم، رفضوا هؤلاء جميعا الانخراط، فتم توجيه ضربات قوية جدا من خلال القوات الجوية المصرية، كان على أثرها هو مقتل العديد من قيادات التنظيم الميدانية. الآن لا توجد رأس واضحة لهذا التنظيم، وأنا بؤكد لحضرتك أن هذا التنظيم أصبح بلا رأس. نحن نتعامل الآن مع مجموعات متشرذمة من بؤر إجرامية هي أشد شراسة، لأنها أصبحت ظهرها للحائط ولا يوجد لها أمل ولا يوجد لها مستقبل. لذلك نجد أن أعمال ونشاط هذا التنظيم الآن يتم على أطراف محافظة شمال سيناء وليس في عمق محافظة شمال سيناء. وجدنا أنهم اعتدوا على إحدى نقاط التأمين في الفاصل ما بين الإسماعيلية وشمال سيناء بتاعت محطة المياه، واعتدوا عليها بصورة شرسة وسشد حوالي 17 وأصيب 17 جندي من أبناء القوات المسلحة، واليوم أيضا أثناء الاشتباكات استشهد أحد الضباط وأربع جنود. لذلك أتصور أن المرحلة القادمة ستتطلب إجراءات من القوات الخاصة، إجراءات فلد الحصار موجودة، لكن هذا يتطلب عمليات إنزال للقوات الخاصة، عمليات إبرار للقوات الخاصة في محيط هذه البؤر المنعزلة داخل الجبال، ويتطلب أيضا رقابة جوية من الطائرات بدون طيار لتوجيه ضربات نوعية حتى لا نفسد على أبناء سيناء فرحتهم بالعودة إلى أراضيهم. بالفعل أستاذ محمود، أستفيد من وجودك معنا أيضا للتعليق على زيارة جيك سوليفان. الحديث اليوم متحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أكد أن اللقاء بين الرئيس السيسي وسوليفان ناقش أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. خليني أسألك هنا في هذا الإطار، أين تكمن أهمية التقارب المصري الأمريكي في هذه المرحلة التي نشهد فيها استقطابات شديدة؟ هذه المرحلة هي أخطر مرحلة تمر بها العلاقات الأمريكية العربية بصفة عامة، وهذا من تداعيات الحرب في أوكرانيا وتداعيات توسع الصراع العالمي الآن إلى مراحل استقطاب. وهناك إرادة في المعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين والهند في إيجاد يعني قوة مناظرة يعني لعالم أحادي القطبية يقوده الجانب الأمريكي والجانب الغربي. جرى العرف منذ سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت اتفاقية السلام أن الشراكة الاستراتيجية المصرية مع الجانب الأمريكي هي شراكة ثابتة وراسخة، وتلقت مصر العديد من الدعم المادي والعسكري فيما يسمى المعونة العسكرية الأمريكية، وكان فيها جانب اقتصادي وما زال مستمرا. ولكن يعني تأثرت العلاقات كثيرا فيما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وملفات التحول الديمقراطي في مصر ما بعد ثورة 30 يونيو وتواجد فترة الإخوان المسلمين. ولكن أحب أن أشير إلى الآتي، الوضع الآن أصبح أكثر خطورة لأن الجانب الأمريكي الآن يسعى حسيسا لتكوين جبهة في الشرق الأوسط تعادي ما يسمى التدخل الروسي في أوكرانيا. مصر تتمتع بموقف جيوسياسي خطير جدا فيما يتعلق برؤية الجانب الأمريكي، مصر تتمتع بقوة عسكرية كبيرة لها قدرة على التأثير في الإقليم، مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع مراكز القوة في الوطن العربي المتمثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، وهذا المثلث الآن يقود تيارا عربيا قويا يجعل من مصالح الأمة العربية ومصالح هذه الدول له الأولوية الكبرى. لذلك زيارة المستشار الأمن القومي هي ليست زيارة لملف واحد ولكنها لملفات متعددة. أتصور أن ملف التحالف أو تجديد التحالف أو إرساء مبادئ التحالف أو منع مصر والدول العربية من أن تصر على الالتزام بالحياد الإيجابي أصبح هدفا أمريكيا. لذلك أتصور أن هناك عديد الملفات فتحت بصورة واضحة وبصورة ليس فيها مجال
يعني تفضيل موقف على موقف. أتصور أن بالدرجة الأولى موقف مصر من والدول العربية يعني من ما يحدث في أوكرانيا هذا هو الأساس، لأن الممرات البحرية المتعلقة في قناة السويس والتفضيلات التي يتلقاها الجانب الأمريكي بناء على الشراكة الاستراتيجية في المرور الآمن والمرور بأفضلية في قناة السويس للتواصل مع قواته في المحيط الهندي والمحيط الهادي، أتصور أن الجانب الأمريكي يولي هذا اهتماما كبيرا جدا. النقطة الثانية للجانب المصري مطالب متعلقة بموضوع سد النهضة والتأثير الأمريكي، خاصة وأنه أصبح واضح للعيان أن الجانب الروسي يتبنى حتى الآن وجهة النظر الأثيوبية، وهذا ظهر في التوجه الروسي في مجلس الأمن. شكرا جزيلا على هذه المداخلة من القاهرة، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود محي الدين.